المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. البابا فرانسيس يوجه رسالة لمناسبة زمن الصوم الأربعين المقدس. المدارس المسيحية في المملكة تقدم مساعدات لمتضرري زلزال سوريا. تخريج دفعة جديدة من معلمي التعليم المسيحي في الأرض المقدسة. تدشين بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي ليضم مسجداً وكنيسة وكنيساً. وفيها أيضاً الاستعداد للصوم الأربعين المقدس في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. لمناسبة زمن الصوم الأربعين المقدس، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالته إلى المؤمنين هذا العام بعنوان زهد الصوم مسيرة سينودسية. توقف فيها قداسته عند حادثة التجلي، لافتا إلى أنه في هذا الزمن الليتورجي يأخذنا الرب يسوع معه لينفرد بنا، وأضاف إننا مدعوون في الزمن الأربعين لأن نصعد إلى جبل عال مع يسوع لكي نعيش مع شعب الله المقدس خبرة زهد خاصة، ولكي نتغلب على نقص إيماننا ونعمق معرفتنا بالمعلم ونقبل سر الخلاص الإلهي. علينا أن نتركه يقودنا ونتجرد عن الفتور والزهو من أجل المسيرة السينودسية التي تبدو شاقة، ونتهيأ للفصح كي نعيش الآلام والصليب بإيمان ورجاء ومحبة حتى نصل إلى القيامة. بمناسبة عيد الدخول السيد إلى الهيكل، ترأس سيادة المطران فيلومينوس رئيس أساقفة بلا خدمة الغروب في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية، كما ترأس المطران خريستوفوروس خدمة القداس الإلهي. وبعد الخدمة أقام سيادته مع المطران فيلومينوس جناز التاسع للمغبوط الذكري قسطنطين قرمش، ثم عايد سيادته أبناء الرعية بعيد كنيستهم دخول السيد إلى الهيكل، وشكر جوقة الكنيسة والراهب ليونديوس، كما أعلن تعيين الأيكونومس فرح حداد كاهناً ثالثاً للخدمة في الكنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية. عاون في الخدمتين عدد من الكهنة والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين. بحب أشكر الراهب ليونديوس اللي مع الإخوة اللي معه المرتلين والمرتلات. حقيقة امبارح كنت أسمعكم من خلال البث، واليوم بكل السحرية والقداس قديش كنتوا كجوقة رتلتوا مع بعضكم البعض. هذا إشي جميل اللي أبونا ليوندية بهنيك، ربنا يباركك ويعطيك النعمة والبركة حتى أنت وباقي المرتلين، إنكم تقدروا، إنكم نتعود إن نرتل مش فردي ولكن جماعي. هاي هي بهجة كنيستنا الأرثوذكسية، لما يكون الترتيل جماعي وليس فردي، ويكون الترتيل الجماعي مبني على الموسيقى الرومية اللي أنت مهتم من هلأ وطالع حتى تدرب وتدرس فيها أبنائنا وبناتنا حتى يقدروا إنه يكونوا جوقة متكاملة، وأخيراً يصير عندنا في الأردن جوقة، جوقة الأردن، جوقة الأردن اللي تمثل بطريركية القدس ومطرانية العاصمة عمان الأردن. عشان هيك ربنا يبارك جهودك أنت وكل الإخوة، وجهود كمان اللي تبذل في مدرسة الموسيقى البيزنطية مع ابننا الروحي شكري، اللي إن شاء الله كل هاي الجهود تكرل بالنجاح لمجد ربنا والكنيسة. كمان اليوم بدي أحب أعلن لمحبتكم إنه من هاي اللحظة أبونا خرالمبوس فرح حداد رح يكون هو الكاهن الثالث في هاي الكنيسة مع أبونا إبراهيم دبور، أبونا الحبيب إبراهيم، وأبونا أليكسندروس الحبيب، اللي هم الاثنين بيخدموا في هاي الكنيسة. اليوم حبيت إنه يكون كمان معكم من هذا القداس كمان أبونا فرح حداد اللي يخدم بهاي الكنيسة ككاهن معكم هون. بحب إنكم تكونوا روح واحدة، فكر واحد وقلب واحد. أقام المعهد الإكليريكي التابع للبطريركية اللاتينية في القدس لقاءً للدعوات بعنوان لوين رايحين، وذلك في كنيسة القديس بولس الرسول في منطقة جبيهة التابعة للعاصمة عمان. واشتمل اللقاء على العديد من الفقرات الروحية والترفيهية والرياضية بمشاركة عدد من شبيبة الرعية،
وبهذه المناسبة ترأس البطريرك المتقاعد فؤاد طوال القداس الإلهي الذي أقامه المعهد الكليريكي في ذات الكنيسة. شارك في القداس مسؤول الدعوات الأب خالد جمو وعدد من الآباء الكهنة. انطلاقا من رؤية ورسالة المعهد الكليريكي التابع للبطريركية اللاتينية، وامتدادا لجولة الدعوات اللي قمنا فيها كلجنة الدعوات التابعة للبطريركية اللاتينية في شهر تشرين الأول في مدارسنا في الأردن، قمنا بعمل هذا اللقاء اللي بيحمل اسم لوين رايح. والهدف من هذا اللقاء يساعد الشباب اللي شاركوا فيه من خلال عدة نشاطات في هذا اليوم، إنسانية، ترفيهية، روحية، يكتشفوا دعوتهم ورسالتهم اللي الله دعاهم لها. هاي هي الرسالة الأولى والهدف الأول من هذا اللقاء، بغض النظر إذا كانت هي دعوة كهنوتية أو رهبانية أو تأسيس عيلة، فإحنا هدفنا أنه فعلا نساعد هذول الشباب بشتى المجالات حتى يكونوا شباب واعيين لدعوتهم ولرسالتهم. اختتمت في الأرض المقدسة دورة لتأهيل معلمي التعليم المسيحي بمشاركة 28 معلما ومعلمة، وقد أقيم بهذه المناسبة قداس إلهي في كنيسة جامعة بيت لحم، ترأسه المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين. شارك في القداس عدد من الأباء الكهنة ومدير مكتب التعليم المسيحي الأب ريمون حداد، بحضور الوكيل العام للبطريركية سامي اليوسف وأهالي الخريجين وأقاربهم. وفي عظته قال المطران الشوملي: كل واحد منكم مرب ديني ومرافق في حياة الإيمان لطلابه، حاثا إياهم أن يكونوا قدوة للمؤمنين بالكلام والسيرة. تهدف هذه الدورة الممولة من قبل البطريركية اللاتينية إلى رفع كفاءة معلمي التربية المسيحية في مدارس فلسطين، وإتاحة الفرصة لأبناء الرعاية بالحصول على شهادة الدبلوم في التعليم المسيحي. دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي بيت العائلة الإبراهيمية الذي يضم 3 دور عبادة شملت مسجداً وكنيسة وكنيساً، وسيبدأ البيت باستقبال زواره في الأول من شهر آذار القادم. وأوضح رئيس بيت العائلة الإبراهيمية محمد خليفة المبارك أن افتتاح هذا الصرح يعكس رؤية الإمارات وقيمها لتلاقي الإنسانية وحوار الثقافات والتنوع الذي تتسم به هذه الدولة، كما سيكرس جهوده لتعزيز العيش المشترك للأجيال القادمة وفق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها قداسة البابا فرانسيس وفضيلة إمام الأزهر الدكتور أحمد الطيب في أبوظبي عام 2019. وقال رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الكرسي الرسولي الكاردينال ميغيل أيوسيل إن بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي يشكل نموذجاً مثالياً لجميع أفراد المجتمع من مختلف الأديان والثقافات والتقاليد والمعتقدات للعودة إلى الجوهر، وستتركز اهتماماته على تعزيز الحوار والاحترام المتبادل على درب السلام. بمحبتنا نواجه الكارثة، كان هذا العنوان محور البرنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نور سات، حيث استضاف البرنامج القس الكانون فائق حداد راعي كنيسة الفادي الأسقفية العربية الذي تحدث عن فزعة الأردني بقيادته وشعبه وكنائسه ومؤسساته في مواجهة الزلزال الذي أصاب البلدين الشقيقين سوريا وتركيا ومساعدة المنكوبين. فإلى هناك، الفاجعة كانت كبيرة، واستيقظنا في صبيحة يوم الاثنين على ألم شديد. إخوة أشقاء، وأنت يعني صغتها بطريقة رائعة. الله سألنا في الكتاب المقدس في بداية التكوين: أين أخوك؟ كان في سؤال جواب: وهل أنا مسؤول عن أخي؟ هل أنا حارس لأخي؟ حارس لأخي. نعم. نعم، نحن حراس لإخوتنا. الهبة اللي صارت مش غريبة من بداية الحديث اللي كان من جلالة سيدنا الله يطول لنا عمره الملك المعظم، والهيئة الخيرية اللي أنشئت من أجل هذه الحوادث. كان نداء رائع لكل الأردنيين، وكان بزيارتي إلى المستودعات فرح كبير بحزن بداخل الحزن إنه في عنا ألام، لكن الفرح إنه الكل ساعد، الكل كان موجود، مؤسسات وأشخاص أفراد
كنائس. الهبة كانت ومش إشي حال لأنه الآن عندنا المشكلة، لا، هي جزء من طبيعة الأردنيين، جزء من طبيعة ابن عمان ابن الأردن اللي مستعد إنه يعطي كل ما يملك من أجل أخوه. إحنا اللي صار بخلال يومين ثلاثة كان في أول طائرات تصل، ما اهتمينا بالمشاكل العالمية لا كدولة أردن ولا كشعب، لأنه إحنا نريد أن نغيث إخوتنا في سوريا وفي تركيا، واليوم ممكن أكثر أشقائنا في تركيا زي ما أصدقائنا أشقائنا في سوريا زي ما أصدقائنا في تركيا. اللي الكنائس كان لها دور رائع، كنائس عمان وكنائس المملكة اللي أرسلنا الدفعة الأولى من خلال التنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حتى يكون في إنا إحنا كمان عصب عامل بمحبة. إحنا تعلمنا رسالة غلاطية بولس الرسول بيحكي الإيمان العامل بالمحبة، نعم. فإحنا عنا إيمان وسمعنا أين أخوك وهي أخوي وبدي بحاجة لإلي، وعامل سنعمل بجمع ما نستطيع حتى لو كان من الفلس الأرملة يا سلام القليل، يا سلام، لأنه السرارة بتسند، القليل أعطى كثير كثير. وعامل باليوم اللي انت سميتها الجلسة الرائعة بمحبة. وعلى ذات الصعيد، قامت الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن بتسليم تبرعات تم جمعها من 45 مدرسة في المملكة إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ليتم إيصالها إلى المتضررين في سوريا بسبب الزلزال الذي ضرب هذا البلد الشقيق. وكانت الأمانة العامة قد أطلقت حملة عاجلة في مدارسها لمساعدة الإخوة في سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر الذي تسبب بإزهاق أرواح الآلاف من الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف من العائلات. وتضمنت التبرعات مواد إغاثية عاجلة ومستلزمات ضرورية لكافة الأعمار وحليب أطفال. رحمة الله على جميع من توفى، والله يعين الـ 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 الأرامل والأيتام، والله يشفي المصابين. تحركنا كأمانة مسيحية عامة في الأردن مع كل أعضائها الهيئة الإدارية والمشاركين عندنا في المدارس الهيئة العامة حوالي 55 مدرسة لمساعدة أخوان وأشقائنا بسوريا. لمينا حوالي 400 إحرام و600 كيس حليب، طلعوا بحدود يعني 100 كرتونة. الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية رح تكون اليوم موجودة معنا، رح يجوا ياخدوا كل هذه المعونات ويبعتوها بإذن الله لسوريا بأقرب وقت ممكن اليوم أو بكرة. كانت لفتة من أعضاء الهيئة الإدارية وكأمانة مسيحية أنه نقوم بهذا العمل بأسرع وقت ممكن بأسرع وقت ممكن بفترة زمنية قصيرة. كما قامت مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس بإرسال مساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا، اشتملت على 1400 طرد احتوت على مواد طبية وأدوية ومستلزمات إسعافية وصحية وحليب وبطانيات وملابس وغيرها، تبرعت بها كافة الرعاية المنتشرة في محافظات المملكة. كما تم جمع مبالغ مالية ستصل جميعها خلال أيام للحساب البنكي المعتمد. أكد الأب فرانشيسكو بيتن حارس الأرض المقدسة في مقابلة خاصة أنه على اتصال مستمر بجميع الرهبان الموجودين حالياً في سوريا، مشيراً إلى أنهم يعملون على مدار الساعة على إحضار المشردين من المناطق الأكثر تضرراً وتوزيعهم على الأديرة لإيوائهم على الرغم من تضرر بعض مرافقها،
وذكر أنه تتم حالياً مساعدة ما يقارب 4000 شخص كل يوم من قبل رهباننا الذين بدورهم يقومون بشراء السلع الضرورية للمشردين من خلال التبرعات النقدية التي تصلهم، علاوة على تقديم أكثر من 4000 وجبة طعام للذين أصبحوا بلا مأوى مع توفير الديزل والغاز والبطانيات لهم ولعائلاتهم. وختم الأب بيتن حارس الأرض المقدسة حديثه بأن أعطى تعليماته إلى كافة الرهبان في سوريا بأن يعملوا بكل طاقاتهم ويعطوا كل ما يستطيعون لأجل فعل الخير ومساعدة الآخرين. تعتبر كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس في جرش من الكنائس العريقة في المحافظة. نور ساد زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. تستمر عدسة نورسات في التجوال بين محافظات المملكة الأردنية الهاشمية لتطلعكم وتبرز لكم تاريخ الرعاية والكنائس المقدسة. فنتوقف اليوم في محافظة جرش والتي تقع شمال غرب المملكة، حيث تتكون المحافظة من العديد من الأماكن الأثرية، خاصة في مدينة جرش الأثرية التي كانت واحدة من مدن دياكوبوليس، وهو اتحاد 10 مدن رومانية يعود للقرن الأول قبل الميلاد. تقع جرش في واد تجري فيه المياه يسمى نهر الذهب، وكانت آثارها وما تزال محجة الزائرين ومحط أنظار الراحلين والسياح والعلماء وطلاب المعرفة من جميع أنحاء العالم. بالقرب من الحضارة الرومانية العظيمة وعلى حدود أسوارها القديمة الأثرية تقع كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس. هذا الدير الأرثوذكسي الذي شيد على عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال وببركة ودعم كامل من مثلث الرحمات غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ديوذوروس الأول عام 1993. عام 1990 تبرع بقطعة الأرض للبناء أحد أبناء الكنيسة السيد عيسى حداد، وبدأت أعمال البناء فيها عام 1991، حيث بنيت على شكل صليب لتكون أول دير أرثوذكسي في المحافظة. يبلغ طول الكنيسة ما يقارب 25 متراً بارتفاع 7 أمتار وعرض 10 أمتار. كنيسة صغيرة لكنها مميزة بأيقوناتها المرسومة على الجدران بمراحل عذبات القديس جوارجيوس شفيع الكنيسة. يفصل الهيكل عن صحن الكنيسة حائط الأيقونوستاس المزين بأيقونات للسيد المسيح ولوالدة الإله وللتلاميذ. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. كان القديس جوارجيوس من القادة البارزين في الجيوش الرومانية، لهذا السبب سميت الكنيسة على اسمه إكراما وتذكارا له، حيث يرجح أنه مر من مناطق دياكوبولوس أي جرش. حدثنا كاهن الرعية قدس الأيكونوموس جيريس إسميرات عن تاريخ الكنيسة البهي ولحمتها مع أبناء المنطقة وعن الاحتفالات والصلوات التي تقام بها فقط. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك نوح ملجأ لكل الخطى. مساء
المرسات الفضائية على هاي الجهود الطيبة اللي هي بتعملها دائما لبيان وضعية الكنائس ووضعية تاريخ الكنائس ونشر تاريخ الكنائس في كل مكان، إن كان في الأردن أو خارج الأردن من خلال الفضائية. استلمت أنا كنيسة جرش بالطبع بعد حفاوة أباء استلموها سابقا، لكن أنا كانت خدمتي في مدينة جرش منذ شهر 8 لعام 2016. كانت النظرة الأولى لبداية العمل هو كيفية التعامل وجذب الرعية إلى الكنيسة، وكان هذا الشيء من خلال عمل اجتماعات روحية مستمرة لهم. وقمت بتأسيس شبيبة لأول مرة، شبيبة في مدينة جرش وأيضا مدارس أحد، ومن ثم انطلقنا إلى موضوع تشكيل لجنة سيدات في الكنيسة للخدمة وأيضا لجنة إلى الكنيسة. كنيسة جرش خدمها أباء كثيرون، منهم الأب بطرس الربضي، موسى بطارسي، أيضا كان في رئيس يوناني في بداية السبعينات لنهاية الثمانين، كان في الأرشمندريت في هذاك الوقت حنا عطالله اللي هو الآن أصبح سيدنا بطران كريستوفوروس، كمان أيضا خدم هناك حاليا الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش في نفس الكنيسة. الكنيسة جرش الأولى الأثرية اللي هي كانت في عام 1910، لكن تم بناء حديث فوق الكنيسة القديمة لأنها كانت تنزل على درج شبه مغارة، يعني كانت تحت الأرض في بداية السبعينات للثمانين. هاي الكنيسة الحديثة من أجل تغطية وتقديم الخدمات الروحية والليتروجية إلى أبناء الرعية في مدينة جرش. جرش تعد من المدن العشرة، وهي المدن الأثرية القديمة واللي تفاوتت عليها العصور التاريخية كثيرا. كان هذا العبور الزمنية التاريخية كان لها الأثر الكبير في إبقاء الطابع التاريخي والأثري في مدينة جرش. الكنيسة الحديثة اللي بنيت على قطعة أرض قدمت من رحمة عيسى حداد بالطبع اللي هو يعقوب عيسى حداد، قدم هذه الأرض وهو مجاور أيضا سكنه إلى الكنيسة. كانت هذا الهدف منه زي ما حكينا اللي هو تنشئة وإبقاء الطابع الديني المسيحي. جرش كانت تعد أكثر من 500 عائلة مسيحية، لكن نتيجة الهجرة خارج الأردن وأيضا إلى خارج جرش إلى عمان بحثا عن الأعمال أصبحت عدد الرعية قليلة في جرش، ولكن نشكر ربنا أنه في خلال تواجدي أعدنا نشاط الرعية الأرثوذكسية في مدينة جرش، وأصبح في لها نشاط قوي جدا في خلال المجتمع المحلي، وأيضا الدعوات اللي بتتم والمناسبات اللي بتتم في المحافظة جرش أصبح في دعوات للمسيحيين بشكل رسمي. وكان هذا الشيء العمل من خلال العمل اللي قمت فيه في أول استلام إلى هناك، اللي هو دعوة جميع الحكام الإداريين من عطوفة المحافظ لمدير الشرطة لكل على إفطار سنوي رمضاني لبيان العيش الإسلامي المسيحي الموجود في الأردن، وهذا الطابع اللي بعطينا إحنا حافز إنه نحن جميعا نسير تحت الراية الهاشمية. كنيسة القديس جورجيوس زي ما حكيت لك هي المسمى إلها، وهذا يعود إلى القديس جورجيوس اللي ولد في عام 1280 ميلادي، وهو قائد روماني، لكن هو الأصل والدته من مدينة اللد، والآن موجود قبره الحقيقي في مدينة اللد وحيث استشهد في عام 302 ما بعد الميلاد. اللي إحنا عم ننظر إله دائما هو العمل من أجل إبراز الكنيسة الأرثوذكسية ومن أجل التطور الروحي ومن أجل أن يكون في هناك نهضة روحية، لكن هاي النهضة
لا تأتي بيد واحدة، إنما يجب أن تكون هناك جميع الأيدي متكاتفة وتعمل من أجل مصلحة واحدة وليس من أجل مصلحة فردية. قدم إلي تبرع من بلدية جرش من خلال الدكتور علي قوقزي بثلاث مكيفات للكنيسة، وهذا بالطبع يعني بيبين لك مدى التواصل الكنيسة مع المجتمع المحلي. أيضا في هناك تواصل من أجل استمرارية الترميم في الكنيسة وعمل جرسية جديدة من خلال أيضا تبرع راح يكون إن شاء الله قريبا جدا في من ميزانية اللامركزية اللي راح لمحافظة جرش. هذا بالطبع تواصل، وأيضا تركيب كاميرات مراقبة وقرميد للكنيسة مع مظلات راح تكون إن شاء الله قريبة جدا. الكنيسة هي لم تدشن، يعني هي الكنيسة ما في لها تدشين، ما صار لها أي تدشين، لأنه الكنيسة تدشن يتم عليها رسامة الكهنة بعد ذلك. الأواني المقدسة هي مقدسة ومكرسة ومدشنة. الأيقونات الموجودة في الكنيسة اللي هي مسيرة العذاب لحياة القديس جيورجوس من مراحل وضعه في الجير إلى سارية المياه إلى بالطبع إلى وضع الحجر على صدره إلى آخر شيء قطع الرأس والأمور هاي كلها. اللي عندنا الأيقونة ينبوع الحياة بالطبع اللي هي في الهيكل، اللي عندنا كمان الأيقونات اللي هي تبين مدى تقديم الرب يسوع المسيح نفسه عندما قال لتلاميذه خذوا كلوا هذا هو جسدي وخذوا اشربوا هذا هو دمي، اللي هي الأيقونة اللي جاي بشكل دائري داخل الهيكل. وعندنا أيقونة اللي هي اللي عند المذبح اللي هي أيقونة الختن، حتى أنه هاي الذبيحة هو الختن الذي قدم نفسه من أجل مغفرة خطايا الإنسان، وهو أخذ خطايانا وعلقها معه عندما صلب على الصليب. سور جرش الأثرية القديم يمتد أيضا من تحت الكنيسة القديمة اللي هي كانت اللي بنيت الكنيسة القديمة في 1910، بنيت فوق السور الأثري القديم لمدينة جرش لامتداده، واللي هي استمرت بعد ذلك اللي هي بناء الكنيسة الحديثة ما فوق الكنيسة القديمة. فلاحظ أنت المنازل الموجودة في غرب الكنيسة هي بناء قديم جدا أثري جدا، وبنحاول إحنا يعني لو في إمكانيات مادية بنحاول أن نقوم بشراء هذا المنزل أو هؤلاء يعني المنزلين الموجودات لتوسعة ساحة الكنيسة، لأنه ما في عندنا مساحة، إحنا جايين على شارع رئيسي، لتوسعة مساحة الكنيسة ويكون في هناك نشاطات أكثر في داخل الكنيسة. الجرش عميقة والخدمة فيها كثير حلوة بتجنن، لسبب أنه الناس هناك بسطاء متواضعين عندهم الرغبة للتنشئة الروحية واستمرارية الصلوات في الكنيسة، واللي شاهدوه في خلال خدمتي استمرارية الصلوات يعني ما شاهدوه سابقا صراحة. هذا يعني ما بحكوها دائما أنه إحنا بوجودك لمسنا الصلوات المستمرة في قداس يوم الجمعة الصبح وقداس يوم الأحد، بالإضافة إلى الأعياد السيدية، بالإضافة إلى الصوم الكبير، إلى أسبوع الألام كامل، الصلوات معدة هناك وبنقيمها بشكل على أوقات الرسمية. الكنيسة إذا بدي أخذ مساحتها كاملة من داخل الهيكل للخارج هي عبارة عن يعني كلها 25 متر أو 20 متر، يعني العرض تبعها بحدود 10 متر أو 11، الارتفاع 7 متر من خلال القبة تبعتها مع القبة الداخلية. يعني بنيت زي ما حكيت يعني إنه هاي الكنيسة الحديثة بنيت لأنه صار في خلينا نحكي هجرة مسيحية من داخل مدينة جرش، فتوقع يعني قاموا في هذا البناء للعدد الموجود، ولكن أنا لو كنت موجود بذلك الوقت لا بخليها كنيسة كبيرة، لأنه لا نحكم على الأيام اللي إحنا بنصيرها الآن، نحكم على الأيام القادمة، لأنه الغائب رح يرجع، لأنه ما زالت أملاك المسيحيين جميعا اللي هاجروا إلى خارج الأردن وداخل الأردن ما زالت أملاكهم قائمة في مدينة جرش.
فإذا هذا وظل فيه لهم رجوع، فيجب أن تكون الكنيسة أكبر من الحالية. لكن كل مناسبات الكنيسة لأبناء الرعية من بطارسة، من حداد، من عويس، من مشربش، من جبارة، بتتم وين ما يكونوا إلا يرجعوا للأصل تبعهم في مدينة جرش. كل يوم جمعة مدارس الأحد مع اجتماع للشبيبة، السيدات لهم كمان اجتماع يوم أحد، عندي كمان اجتماع عائلات لأبناء الرعية بيتم مرة في الشهر، كل آخر شهر بنجتمع كل يوم خميس الساعة 7 مساء، دراسة الكتاب المقدس والتفسير وبعض النبذات الروحية، وبكون في إنا مائدة محبة كمان. ثاني يوم الصبح بنعمل قداس إلهي الساعة يوم الجمعة الساعة 8:30 صباحا. بالطبع أحب أوضح شغلة مهمة، إنه اللي نشأت مدارس الأحد اللي هم إحنا بحاجة إلها، يجب أن يكون في هناك دعم. إذا ما في دعم صح للأسف ما رح نقدر نستمر. يعني أنا كل النشاطات اللي بقوم فيها داخل الكنيسة هي بجهود شخصية من أجل استمرارية وضعنا واستمرارية الشبيبة واستمرارية مدارس الأحد اللي هم نواة المستقبل للكنيسة في هاي المنطقة. نرفع صلواتنا إلى رب المجد أن يعطيكم دائما البركة والنعمة وأن يوفقكم في عملكم هذا، وأيضا إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن حسين حفظه الله ورعاه، وإلى حكومتنا الرشيدة على أن يبقى الأردن بلد الأمن والأمان، وأن نسير جميعا في محبة كما قال لنا الرب يسوع المسيح: أحبوا بعضكم بعضا. فهي المحبة اللي احنا ندور عليها ونعيش فيها ونستمر فيها. دير أرثوذكسي مميز في محافظة تاريخية مملوء بالروحانية والابتهال يجمع أبناءه من حوله، فاحفظ يا رب هذه البيعة من الآن وإلى دهر الدهور. آمين. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. أقامت جمعية كاريتاس الأردنية دورة تدريبية للمتطوعين في المملكة بالتعاون مع كاريتاس النمسا وبمشاركة الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك الأردن من خلال مشروع المشاركة المسيحية في المجتمع، حيث شاركت في الدورة المجموعات الكشفية التابعة للهيئة وشبيبة القديس جوارجس أم الصماق. ويهدف البرنامج الذي تخصص بإدارة المشاريع الريادية إلى تفعيل وتنمية دور الشباب المسيحي في مجتمعه ووطنه وللخير العام. اشتمل البرنامج على عقد 5 لقاءات مع الجهة التدريبية وتسليم شهادات للمشاركين. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان حلقة متميزة بعنوان الاستعداد للصوم الأربعين المقدس، وقد استضاف البرنامج سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن، حيث تركز الحديث حول الوجه الروحي للصوم المتمثل بالامتناع عن الخطيئة وتجديد العلاقة مع الله بالصوم والصلاة والصدقة والعيش معا كجماعة واحدة. فإلى هناك. زمن الصيام هو زمن روحي، هو زمن اللي فيه نتقرب من الله، نتطهر من خطايانا، هو زمن توبة، بنسميه زمن الأربعيني. لأنه الموضوع ليس فقط صيام. الكنيسة دائما بتذكرنا في بداية الصيام بالمحاور الثلاث: صلاة، صوم، صدقة. الصلاة في علاقتنا مع الله، في العودة إلى الله، في التوبة إلى الله. الصوم في حرمان أنفسنا، في تنقية أنفسنا. والصدقة هي في علاقة المحبة مع القريب. الأساس هو أن نعيش هذه المسيرة التوبة خلال هذا الزمن الأربعيني ونتقرب فيها من الله، من القريب، ومن أنفسنا. ما المطلوب، يعني الشيء الجديد المطلوب من المؤمنين يقوموا فيه يعني خلال فترة الصوم؟
شو ما هي متطلبات المؤمن مثلا انه يركزوا عليها خلال فترة الصوم بعيدا عن الاكل والشرب؟ بعيدا عن الاكل، نعم. المسيرة التوبة هي نعم. ايضا مسيرة تحرر، نعم. هناك كثير من الامور التي تستعبدنا، نعم. ولما منراجع انفسنا ومنشوف انه فعلا في امور اللي بتقيدنا وتتحكم فينا، نعم، احنا بحاجة انه نتحرر منها، نعم. اذا كان حب المال بتحكم فينا، نعم، هذه طريقة للتخلص منها. اذا كان هنالك ادمان، نعم، اقترح قداسة البابا في السنوات الماضية على سبيل المثال ان نصوم عن الانترنت، نعم، عن وسائل التواصل الاجتماعي، نعم. في ناس على فكرة بتوقف الفيسبوك مثلا تعمل، نعم، بدي اتحرر من هذه العبودية، نعم، بدي اشوف الوسائل، نعم، بشكل، نعم، مستمر. ما هي العبودية اللي انا خاضع لها للأسف، نعم، واللي بدي اتحرر منها؟ ما هي الخطايا اللي موجودة في حياتي بدي اتحرر منها؟ العادات السيئة، الادمان اللي موجود، نعم، ممكن مواقف داخلية تجاه بعض الناس، نعم، مواقف قلة محبة او ضغينة تجاه بعض الناس لازم اتحرر منها بمحبة حقيقية ومصالحة حقيقية مع الآخر. ماذا تقول سيدنا عن أعمال الرحمة أيضا في هذا الزمن؟ يعني الإنسان اللي بيصوم كمان إذا صيامه غير مرتبط بأعمال رحمة كمان صومه ناقص بيكون، فهو صوم وصلاة وصدقة، أو بنقول صلاة وصوم وصدقة، يعني الترتيب. فالموضوع الصدقة في هذا الزمن هل هو فرض على الإنسان المؤمن الصائم؟ هو فرض على الإنسان، ومجال الصدقة وأعمال الرحمة واسع جدا، نعم، واسع جدا، من زيارة مريض، نعم، من المساعدة إنسان محتاج، من تعزية إنسان محزون، من كلمة لطيفة للآخرين، كلمة تشجيع، نعم، موجودة، من اهتمام بأفراد العائلة، لأنه أحيانا نتغاضى نلتهب بميت إشي وإشي حتى لما نكون موجودين في البيت، نعم. الوقت هلأ هو وقت للعائلة، نعم، وقت للاهتمام بالعائلة وبكل فرد من أفراد العائلة، نعم. نظهر هذا الاهتمام، هذه المحبة بأبسط الطرق، ولكن لتكون طرق صادقة، نعم، حقيقية صادرة من القلب، حينها نعم ممكن أن تصبح أعمال الرحمة أعمال ضرورية، نعم، نعيشها خلال هذا الزمن. وزي ما قلت أعمال الرحمة هي مجالها واسع جدا، نعم، اللي من خلالها منعبر عن محبة صادقة حقيقية. سيدنا، هل بتشوف كمان أعمال الرحمة وأيضا الالتزام الديني الروحي مثلا من أحد المتطلبات في هذا الزمن الصوم، أنه مثلا زيادة حضور القداس مثلا بدل ما يكون قداس مرة بالأسبوع، هل بتصير مثلا عم بتشجع الناس كمان أنهم يحضروا قداسين أو ثلاثة؟ يعني هذه كمان خلال فترة الصوم بيزيد مشاركتهم الإيمانية، مش غلط. هلا في عنا خيارات واللي مشجع الناس عليها، نعم، في عنا قداس يوم الأحد، نعم، في عنا يوم الجمعة رياضة درب الصليب، نعم، وفي الكنائس الشرقية المدايح، نعم، وهي صلوات خاصة بزمن الصيام، نعم، في عنا قراءة الكتاب المقدس، نعم، كمان اللي بننصح فيه خلال هذا الزمن، نعم، في عنا الصلاة الفردية أيضا، إنه ادخل حجرتك واغلق عليك، نعم، بابها، نعم، وهنالك صلي. في ناس متعودين إنه في زمن الصيام يكون في عندهم 10 دقائق ربع ساعة على الصلاة، نعم، كمان هذا أمر يعني رائع جدا، نعم، واللي بتدخلنا بهذه العلاقة الشخصية مع الله. يعني ما نكتفي بس بيوم الأحد إنه نحضر القداس بزمن الصوم، يعني نتقرب أكثر من الله. كيف ممكن نتقرب غير الصلاة؟ نعم. إيش الطريقة؟ ممكن بشجع إذا العائلة كلها تجتمع للصلاة، نعم، يعني بيكون كمان إشي رائع جدا. نتمنى يا رب موسم صيام للجميع يكون صوم مبارك ويتحقق فيه زيادة المحبة، التعاضد والتكافل مع بعض، نكون جسد واحد مثل ما أرادنا سيد المسيح. بهذا وصلنا أعزائنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يوجه رسالة لمناسبة زمن الصوم الأربعين المقدس. المدارس المسيحية في المملكة تقدم مساعدات لمتضرري زلزال سوريا. تخريج دفعة جديدة من معلمي التعليم المسيحي في الأرض المقدسة.
تدشين بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي ليضم مسجداً وكنيسة وكنيسة، وفيها أيضاً الاستعداد للصوم الأربعين المقدس في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني noursatjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.